أخبار اليوم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ أخبار اليوم مع الشيف نيفين عباس وحلويات رمضان. النهاردة إن شاء الله هنعمل لكم لقمة القاضي. عندنا كوباية من الدقيق، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، ربع معلقة صغيرة من الملح، وكوباية مية للعجن. هنيجي للطريقة. هنحط الدقيق هنا في الحاجة اللي هنقلب فيها أو هنعجن فيها. يعني انا بحب اعمل كده عشان ابقى عارفه متحكمه في العجينه كويس، ولما تخمر تبقى كويسه معايا. هنقلب عليها السكر والملح، الخميره، هنقلبها بالشكل ده. ممكن طبعا تضعفي الكميه زي ما انت عايزه. هنبتدي نحط المية بالتدريج ونقلب لحد ما نبقى عندنا خميرة، عجينة ناعمة شوية سايلة. تاني هنقلب كده لحد ما يبقى عندنا عجينة ناعمة شوية وسايلة. هي ممكن هنا تحتاج معايا اكتر من كوباية، فانا مليت الكوباية تاني. نحط شوية كده تاني. طبعا بيختلف نوع دقيق من نوع للتاني. هنقلب كده. المفروض ان هي ما يبقاش فيها اي كتل. معلش الموضوع فيه شوية ازعاج بس من فوق. اهو بالشكل ده كده لحد ما تبقى معانا عجينه ناعمه كده. اهي ده القوام اللي احنا عايزينه للعجينه، تكون بالشكل ده. هغطيها واسيبها لحد ما تخمر ونبتدي نقليها. العجينه هنغطيها بحته نايلون او ورق سوليفان ونسيبها لحد ما تخمر، وبعدين نبتدي نقليها. العجينه اهي بعد ما خمرت بقت بالشكل ده معانا. هناخدها دلوقتي وهنقليها. هناخد شويه كده من العجينه نحطها كده على طرف المعلقه. هنا هي انا مليت الطاسه، هنسيبها بس نوطي النار شويه عليها عشان تتقرمش، وهنفضل نقلب فيها كده نغطيها بالزيت لحد ما يبقى لونها ذهبي. اهو اتحمرت خلاص، هطلعها من الزيت واحطها في عسل. على شكل النهائي اهو بتاع لقمه القاضي بتاعتنا النهارده. انا طلعتها حطيتها في عسل. ممكن تتحط في صوص توت او صوص كراميل او صوص شوكولاته، وممكن نكتفي ان احنا نحط لها شويه سكر بودره بس. جربوها وان شاء الله تعجبكم، والف هنا وشفا. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله بكره.